السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي حبيباتي طالبات الصف السابع. النهاردة هنبدأ درس جديد بعنوان الأهرامات البيئية. احنا خدنا في الحصة اللي فاتت الشبكات الغذائية، وقلنا إن هي عبارة عن مخطط بيوضح لي العلاقات الغذائية في نظام بيئي معين، لكنها ما بتدينيش معلومات على الأعداد بتاعة الكائنات الحية اللي هي المقصودة في الشبكات الغذائية. عشان كده العلماء البيئة عملوا نموذج بيوضح لي المستويات الغذائية في النظام البيئي. النموذج ده بيسموه الهرم البيئي، هو عبارة عن مخطط بيحدد لي أعداد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي في النظام البيئي، وساعتها بنسميه هرم الأعداد، أو بيوضح لي الكميات النسبية من الكتلة الحيوية، وساعتها بنسميه هرم الكتلة الحيوية. النهاردة هناخد هرم الأعداد، وهرم الأعداد ده بيمثل لي أعداد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي في النظام البيئي. زي ما انتوا شايفين كده، عندي اللي هو اللي في المستوى الأول اللي هي المنتجات، عدد الأفراد 10، وبعدين فوق في المستوى الثاني 6، والمستوى اللي هو اللي فوق خالص اللي هو المستهلكات الثانية بيكون فرد واحد. في هرم الأعداد قاعدة الهرم بتمثل لي اللي هو المنتجات اللي هي في المستوى الغذائي الأول، ودي بتكون أعدادها كبيرة، وبعدين اللي بعديها اللي هي المستهلكات الأولى، دي بتكون في المستوى الثاني الغذائي الثاني، وبعد كده بيكون في المستوى ده بتكون أعداد الكائنات الحية بتبقى أقل طبعا من المنتجات، وبعديها بيبدأ كل ما طلعنا إلى أعلى الهرم كل ما قلت أعداد الكائنات الحية اللي موجودة فيه. طيب، هل دايما هرم الأعداد بيكون شكله هرمي كده، يعني من القاعدة بتاعته بتبقى كبيرة وكل ما طلعنا فوق كل ما قل الأعداد؟ لا، أحيانا شكل الهرم في نظام بيئي معين بيكون غير منتظم، زي ما انتم شايفين قدامنا كده. أنا عندي هنا بادئ بالمنتجات عبارة عن شجرة واحدة، والشجرة دي موجود عليها 100 يرقة، وموجود عليها 10 طائر نقار الخشب، وموجود عليها بومة واحدة، فبالتالي الشكل طبعا مش هيبقى هرمي، هيبقى شكل غير منتظم. وده بيحصل امتى الهرم بيبقى غير منتظم الشكل؟ لما بتكون المنتجات نباتات كبيرة، فبالتالي هتكون قليلة العدد، تمام، وبعد كده يليها المستهلكات الأولى ثم المستهلكات الثانية. وبكده بناتي حبيباتي نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده أي استفسار يبعت لي. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق إن شاء الله.